لولا مجونه لأخذت عنه العلم. هذا ما قاله الإمام الشافعي متحدثا عن الشاعر النابغة أبي نواس. ولد الشاعر أبو نواس واسمه الحسن بن هانئ في منطقة الأهواز جنوب غرب إيران عام 762 للميلاد 145 للهجرة لأب عربي وأم فارسية. مات والده وهو صغير، فصرفته أمه إلى أسواق البصرة للعمل، لكن دأب أبو نواس في أوقات فراغه على ارتياد مجالس العلم، ثم تعرف إلى أشهر علماء البصرة في اللغة والنحو أبي محرز خلف بن حيان المعروف بخلف الأحمر، فصار يراجعه في الشعر العربي وأغراضه ومعانيه. وفي الوقت نفسه توثقت صلته بمجان عصره في البصرة والكوفة مثل والبة بن الحباب ومطيع بن إياس، فتخرج على مذهبهم في التهتك والمجون. بعد خروجه سنة كاملة إلى البادية ليقوم لسانه على العربية الفصيحة، انتقل أبو نواس إلى بغداد وربط علاقات متينة مع عائلة البرامكة القريبة من الخلفاء العباسيين. مدح أبو نواس الخليفة العباسي هارون الرشيد وحظي ببعض عطائه: تبارك من ساس الأمور بعلمه، وفضل هارونا على الخلفاء. نعيش بخير من طوينا على التقى، وما ساس دنيانا أبو الأمناء. إمام يخاف الله حتى كأنه يؤمل لقياه صباح مساء. لكن هارون الرشيد زج به في السجن أكثر من مرة لسوء سلوكه وسيرته. وفي خلافة الأمين بن هارون الرشيد ضحكت الحياة لأبي نواس بعد أن ضمه إلى مجلسه وصار شاعره المقرب. عكست شخصية أبي نواس البيئة العباسية بكل ما شهدته من تناقضات صارخة، كما عكست الفكرة السائدة في العصر العباسي الأول القائمة على المنزع العقلي والثورة على كل قديم، وهو ما برز في عمق المعاني والجدل الكلامي الذي امتازت به قصائد أبي نواس. فقل لمن يدعي في العلم فلسفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. لا تحضر العفو إن كنت امرئا حرجا، فإن حضركه في الدين إزراء. قبل وفاته تاب أبو نواس وكتب قصائد في الزهد ترتقي في قيمتها الفنية إلى ما كتبه كبار شعراء التصوف الإسلامي: يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري، ما حجتي فيما أتيت وما قولي لربي بل وما عذري. توفي أبو نواس عام 813 للميلاد بعدما أصاب جسده وهن شديد انضاف إلى حزنه لمقتل الأمين، ووجد تحت وسادته قصيدة حكيمة عظيمة يقول فيها: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أني مسلم. ويروى أن الإمام الشافعي حين قرأ هذه الأبيات
سالت دموعه وصلى عليه صلاة الجنازة.